وصلنا على مبنى هيئة الفجيرة الثقافة والإعلام. حنطلع نعمل هيك برمة صغيرة نعيد هالأشخاص الموجودين بهيدا العيد بيوم عمل عادي. تعالوا. العيد مش بس للمرأة، لا كمان الرجل بيحتفل فيه هذا اليوم. اليوم بعدنا هلأ موجودين بهيئة الفجيرة الثقافة والإعلام، حنفوت عند المدير التنفيذي للهيئة وناخد منه هيك كلمتين. كل عام وانت بخير. انت بأنا بخير. عشو بس كل عام وانت بخير. بس بجيلك شغلة، اليوم المرأة الإماراتية بدنا نعيدها نحن بتلفزيون الفجيرة، وأستاذ فيصل مدير تنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بدي منك كلمة معايدة للنساء اللي معك بالشركة، ولو ما هن نحن وحضرتك مش موجودين. أكيد أكيد أكيد. كل عام والمرأة الإماراتية بألف خير، والمرأة العربية بشكل عام بألف خير. كل عام وهي الأم والأخوت والابنة والصديقة والزميلة. كل عام ونساء الإمارات في عل، كل عام ونساء الإمارات في ازدهار وفي تقدم وفي كل ما من شأنه أن يجعلها بموضع الفخر والاعتزاز. وكل عام وهي المرأة الأولى في الصدارة العربية بين النساء العربيات من حيث التقدم المضطرد ومن حيث المكانة العالية التي آلت أن تكون عليها بمشيئة قيادتها وحكومتها الرشيدة وحكامها وشيوخ الإمارات الأكارم. كل عام والمرأة الإماراتية هي المنتجة، هي العاملة، هي الأم، هي الأخت، هي الصديقة، هي الإبنة، هي الإنسانة الرائعة المعطاء التي لا تدخر وسعا في أن تكون بانية وساعية لمستقبل زاهر وأم رؤوم لشعب عظيم. كل عام والمرأة الإماراتية بألف خير. حنشوف الـ 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 النساء والإمرأة الإماراتية بالعمل بالمجال تبعها بيوم العيد تبعها، حنشوف مين فين موجود ونفوت نعيده. من قبلنا في هون عم شوف فاطمة، تفضلوا. مرحبا. احنا اسفين على الزيارة من دون ما نعطيكم هيك انذار او شيء. لا ولا يهمكم، اي وقت تفضلوا. احنا بنعيدكم اول شيء بتلفزيون الفجيرة بمناسبة المرأة الإماراتية، عيد يوم المرأة الإماراتية. بنقول لكم يعطيكم العافية، انتم اليوم يوم اجازة لكم المفروض. بدي منك كلمة صغيرة فاطمة، الناس اللي ما بتعرفك شو بتعملي، وبدك تعيدينا وبنعيدك ونحتفل مع بعض بهذا اليوم. ان شاء الله. انا فاطمة يوسف آل علي، مديرة موقع الإخبار الفجيرة اليوم في هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. وكل عام وجميع النساء في دولة الإمارات بألف خير. كل عام ونحن في تقدم وتمكين وإنجاز. حاب أشكر قيادتنا الرشيدة على المكانة اللي أتاحت لنا أو الفرصة التي نستحقها في هذه الدولة. شكرا. شكرا يا فاطمة. ونحن كمان من قبلنا لكم كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله يا رب كل أيام يكون تكون أعياد. نحن نرفع لكم القبعة كنساء إماراتية وكنساء بشكل عام بالعمل وبالفيد اللي أنتم عم تعملوه. نشكركم كتير وبنقول لكم يعطيكم ألف عافية. الله يعافيكم. شكرا لكم، شكرا لوجودكم وأنكم تذكرتونا في اليوم. شكرا. شكرا لك. 28 أغسطس 75 يوم تأسيس الاتحاد للمرأة، يوم مميز للجميع. خلينا نحتفل فيه مع بعض بالفجيرة وخليكم معي. مدام أول، كل عام وانت بخير أول شيء من تلفزيون الفجيرة بعيد المرأة الإماراتية اليوم. نحن بنوجه لك تحية كامرأة بيوم عيدك انت بالشغل، بتخبرينا أكثر عن حالك وبتخبريني بتخبري التلفزيون والناس شو رسالتك بيوم الإمرأة الإماراتية وبيوم العيد تبعكم. أول شيء كل عام انت بخير، وأنا جدا سعيدة بهذا اليوم العظيم اللي أعتبره صراحة يوم جدا عظيم، كون إنه في يوم يسمى بيوم المرأة الإماراتية. معاكم أمل المازمي، مدير إدارة التمييز المؤسسي في جمعية أصدقاء مرضى السرطان. أنا حاب أعايد كل الإماراتيات بهذا اليوم، اليوم اللي خصص طبعا للمرأة الإماراتية، إنه صار لها يوم يسمى بيوم المرأة الإماراتية اللي صار مثلا على جميع المحافل العربية.
طبعا رسالتي في هذا اليوم ان كل مرأة إماراتية قادرة تمثل دولتها اللي هي دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا سواء اذا كانت ام، اذا كانت موظفة، اذا كانت ربة بيت، بالعكس انت لك عاتق كبير الحين عقب ما صار لنا يوم اللي هو يوم المرأة الإماراتية. طبعا هذا كله بفضل شيوخنا اللي ما قصروا، اللي دائما يبرز دور المرأة الإماراتية. فدائما انا احس بالنسبة لي اني حابة اعطي اكثر واكثر واكثر بفضل ان لنا يوم يسمى يوم المرأة الإماراتية. وكل عام وانتم بخير. خلصنا مع امل، حنروح نعمل جولة بإمارة الفجيرة، نعيد نساء الفجيرة ونشوف مين في موجود. احمد، احمد كيفك؟ اهلا وسهلا، الله يحييك. كيفك احمد؟ من الاشخاص اللي بعزهم انا كثير وبيعجبني شعرك كثير. اليوم يوم المرأة الإماراتية، بدي منك هيك بيتين شعر هيك تقلها للمرأة وتعيدها فيهن على الكاميرا بليز. كل عام والأخت والأم والبنت الإماراتية والزوجة الإماراتية بصحة ورفاه إن شاء الله. المرأة الإماراتية ما عليها قاصر أمانة، استثمر أنا هذه المناسبة أني أطالب بحقوق الرجل. خليك بدي يوم المرأة، لا شو بدك بالرجل، خليك يستاهلن. أقول هي المدارس يا عزيز المعلم، وهي الحكومة في حياة الحكومة. شوف الوزارة من قبل لا تتكلم، شوف الوزارة من قبل لا تتكلم، بين الإدارة والعمل والأمومة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها في محكم القول قومة. سلامتكم. شكرا. وصلنا على مول الفجيرة وبدنا ناخذ هيك نشوف مين في موجود. هلا عم نشوف صبية ماشية هونيك، ناخذ منها معايدات. مرحبا. أهلا. هلا كيفك؟ شو اسمك؟ شيرين. شيرين، بدي أقول لك اليوم عيد المرأة الإماراتية، بدي منك كلمة لكل امرأة إماراتية بعيدها. أول شيء منوجه تحية للإمارات وشعب الإمارات وشيوخ الإمارات، تاج راسناهم، ومنقول لهم كل عام تبخير لكل النساء في العالم وبالإمارات. وبوجه لها تحية كتير كبيرة لأنها إنسانة قوية مناضلة، بتشتغل بتربي أولاد، يعني بتهتم بعائلتها ويعطيهم العافية. شكرا لك. شكرا يا سيرين. شكرا، تفضلي. معي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك؟ الله يحفظك يا رب. شو اسم الكريم؟ حمد محمد. حمد، احنا اليوم بنحيي وبعيد وبنوجه تحية لك كل امرأة إماراتية بعيدة اليوم، امرأة عاملة موجودة بالقطاع. شو بدي منك كلمة هيك صغيرة، بدي منك كلمة تقولها لكل امرأة موجودة إماراتية بعملها ببيتها بكل الأصعدة وكل المجالات. جميل، جميل جدا، جميل حقيقة. أود أني أشكر كل امرأة، كل أم، كل أخت، كل بنت، سواء كانت في أي مجال، مجال عمل أو كانت في منزلها، تربيه جيل صاعد بحيث أنه هو يكون يحمل الأمانة في الدولة. فنحييها، والله يحفظ كل أم وكل أخت وكل بنت. تسلم، تسلم. ابنك ما شاء الله، ابنك محمد. حمد، شو اسمك؟ محمد حمد. محمد، شو بتحب تقول كلمة لأختك ولأمك شو ده هيك؟ يمكن منك هيك كلمة لألهم. الله يحفظ أمي وأختي. والله يحفظك لألك أنت كمان، أعطيني هاد كفك. شكرا، يلا السلام عليكم. سلام. بالأخير حب نقول نحن كتلفزيون الفجيرة وكبرنامج صباح الخير يا وطن، شكرا لكل امرأة إماراتية، شكرا لكل امرأة عربية، وشكرا لكل امرأة بشكل عام على التضحيات اللي عم تعمليها يوميا كأم وكأخت وكزوجة وكرفيقة وككل شيء. إذا كنت بالعمل أو إذا كنت بالبيت أو إذا كنت وين ما كنت، لولاكي نحن مش هون.